ايديكي تدهني لي الحته اللي فوق. يلا ادهني كده من فوق كلها وانا هدهن الطرف. قولي لي بقى عندك اخوات؟ اخت. عندك اخت واحده عندها كام سنه؟ 11. 11 سنه، اكبر منك بثلاث سنين، وبتحب المطبخ زيك؟ لا، بس هي بتعرف تطبخ اكله او اكلتين بس. بتعرف تطبخ اكله او اكلتين، مش مشكله، 11 سنه يعني ده حلو برضو انها تعرف تطبخ اكله او اتنين. انت هتعملي فوق انا هعمل في الطرف. قولي لي بقى ايه الحاجات اللي عرفتي تعمليها او بتحبي تعمليها؟ البراوني والفاهيتا. البراونيز والفاهيتا. لا استني بقى، ده انت لازم تشرحي لي الفاهيتا والبراونيز اتعلمتيهم مبدئيا من مين؟ البراوني من جدو. والفاهيتا من ده جامد قوي جدو، ده جامد جدا. الف تحيه لجدو العظيم اللي مدي البراونيز. واو، ده مع ان اصل البراونيز ده حاجه يعني جديده لسه حديثه، مش حاجه من زمان يعني. واضح ان هو جدو حديث صح، بيحب الحاجات الجديده. طيب ومين علمك الفاهيتا؟ اختي. اختك. واختك تعلمتها من مين؟ مش عارفه. مش عارفه. طب المهم يعني بتعملوها حلوه. والبراونيز بتطلع طريه كده وحلوه ولا بتطلع من الدغه ولا عامله زي الكيكه عامله ازاي؟ لا زي؟ بتطلع حلوه. بتطلع حلوه. البراونيز دي اخذت مني رقات زمان، واللي واخد مني رقات دلوقتي الماكرونز الفرنسي. يا خرابي، قاعده وراه لسه. مكمله لغايه ما اوصل للحل، كل مره بيطلع بشكل. عارفاه الماكرون الفرنسي؟ فرنش ماكرونز؟ لا. مش عارفاه؟ لا. ده طالع موضه قوي، ده كل الناس عماله تنزله في كل الصور بشكل فظيع. انا بصي اهو صح اللي موجود ورا، شايفاه؟ عارفاه اللي بيتباع الوان كده؟ فرنش ماكرونز، شفته قبل كده بالظبط. في حاجه بس عايزه ارجع لها، نقطه عايزه ارجع لها. كان ريمون بيقول لي ان مراته وزنها وقف اليومين دول ومتضايقه، فقال لي قولي السبب. فانا قلت له احنا قبل ما نروح للفاصل كنت قلت على حكايه ان الجسم دلوقتي بيتخن بدل ما بيخس، فالناس اللي واقف على وزنهم وزنها يفرحوا لان هم ما زادوش، يعني المفروض ان هم يزيدوا وما زادوش. فاليومين دول يا بنقف على وزننا يا اما مش بنعرف نخس بسهوله يا اما بنزيد. بس فعلا خسسان صعب جدا اليومين دول. بس في ناس طبعا يعني مختلفه وبتخس برضه يعني ممكن. المهم بصي بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط ده، هنعمله سور حوالين داير. خلاص؟ هنعمله ازاي؟ هنبتدي نحط كده نلزقهم جنب بعض. ليه؟ علشان السور ده هيحجز لي الايه الشوكولاته اللي هننزلها. ولو انتوا ملاحظين انا مش شايله القبه بتاعت الكيكه علشان ايه، دي هتعمل معانا بالعكس شكل الفولكان البركان. معلش نطقي الماني. البركان. هنعمل بقى كده، يلا اعملي معايا. حطي كده حوالين داير، كملي انت من ده، وانا بقى هعمل حته تانية هقف عندها اعملها مختلفه شويه، وهي هعملها بالعيدان دي اللي هي البقسومات العاديه او الجريسيني، يعني اللي انتوا تلاقوه الجريسيني اللي هو برضو بقسومات واحنا عملناه قبل كده. هنعمله تقريبا يعني هكسره ويبقى برضو نفس الطول تقريبا. ده ليه بعمله؟ علشان ده هيديني شكل تاني، هيديني شكل تاني، وهحاول ان انا يعني انزل الطول بتاعه شويه، يعني هقعد انزله تدريجيا لغايه ما يوصل للشكل اللي هو ايه، يعني دي طويله احطها هنا، وبعدين هبتدي انزل بقى تدريجيا تدي شكل حلو زي السور كده. بس ايه رايك في اللي احنا بنعمله؟ حلو ظريف. يعني حاسه انك هتعرفي تعمليه في البيت. ممكن. المهم ان انت تقربيهم جدا من بعض. كملي يلا، كملي عشان نلحق نخلص قبل ما ايه، عشان لسه هنحط الحاجات دي عايزين ناخد راحتنا فيها. نبتدي بقى زي ما قلت نقلل في الطول هنا اهو. قولي لي بقى انت لما بتروحي المدرسه بتاخدي معاكي ايه؟ ماما بتحط لي حاجات كتيرة. زي ايه مثلا؟ ساندوتش نوتيلا، توست. توست غامق ولا ابيض؟ لا ابيض. معلش يا مامي هفضحك بقى. ابيض. ابيض؟ اوبا، لا يا مامي اتفضحتي يا مامي. ابيض يا مامي.
الابيض مش صحي خالص. طب انت بتحبي الاسمر؟ لا ما بتحبوهوش. طب انت جربتيه قبل كده؟ لا. طيب ما لازم تجربيه عشان نحكم. لما الواحد أوكي. بيبقى ايه دايما ما بيجربش الحاجه بيبقى فاكر ده انها مش حلوه، بتبقى حلوه. معانا منى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. لو سمحتي كنت عايزه اعرف طريقه كريمه الزبده البيتي. ايوه كملي هنا بقى. ايوه لا هقول لك حطي ايه. طيب شكرا على المكالمه. ابتدي انت حطي بقى من دول هنا كريمه الزبده البيتي. كريم حطي براحتك زي ما انت عايزه بقى، بس انا هلفها كده ناحيتي علشان ايه اعرف اكمل. كريمه الزبده البيتي بتجيبي كوبايه زبده طريه، وكوبايه الزبده دي بتضربيها مع 3 كوبايات سكر بودره منخول، او لو عايزاها بالكيلو يبقى ربع كيلو زبده طريه عليها نص كيلو سكر بودره منخول عليهم شويه ميه او لبن زي ما تحبي وبس، ونكهه ولون. انت صحيح كنت عايزه تساليني على حاجه. واحنا ازاي بنعمل التورته بلو؟ التورته اللي هي الايه اللي بيبقى لونها بلو، لونها ازرق. انت بتحطي في العجينه نفسها لون زي كريمه الزبده، تقدري تحطي لون بس بتضربيها مع بعض وبتبتدي تزيني بيها بس كده. فهو على حسب اللون، بس يا ريت لو اللون جل عشان بيبقى صحي اكتر. طيب شايفين عامله ازاي؟ بس احنا بنكمل بقى كده ونبتدي. لا انت حطي بصي انا عايزاكي تحطي يعني حبه كده حلوين كده. حطي كتير يا الهام. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. بحضرتك لو سمحتي، انا يعني ست كبيره شويه، عندي 68 سنه، وبعدين أيوة. طول عمري رشيقه، بعدين لقوا عندي الغده الدرقيه فادوني يد مشعه، الدكتور اداني زياده شويه فابتديت اتخن، وبعدين انا باخد ادويه اكتئاب. الاكتئاب بتخليني اكل. انا يعني فقدت بصعوبه جدا، قدرت اخس 8 كيلو في مده يعني مع دكتوره، بس انا لو ليكي حل تقدري تساعديني فيه. طب معلش سؤال، حضرتك ظبطتي الغده يعني في الاخر؟ لا هم ادوني طبعا الـ الهرمون البديل. طبعا مش زي اللي خلقه ربنا. لا طيب معلش، لما قستي لقيتي ان اصل هو ممكن الواحد ياخد الهرمون البديل لكن يلاقي نفسه لسه مازال مش كفايه ان تقدري تحرقي بكفاءه فبتعلي الجرعه. ما هو انا بروح للدكتور وبحلل كل 6 اشهر. ما هو بالظبط، فهي مظبوطه. طيب هقول لحضرتك. حاضر. دلوقتي الواحد طبعا مع السن اللي بيحصل ان الكتلة العضلية بتقل، والحرق نفسه الميتابوليزم نفسه بيقل، فهي طبعا كل مرحلة سنية. يعني الواحد مثلا عنده 15 سنة غير وعنده 20، غير وعنده 25، غير وعنده 30، غير وعنده 35، غير وعنده كل ما يخش في 5 سنين اكبر كل ما الميتابوليزم بيقل، فالدنيا ما بتحرقش زي الاول. فايه الحل؟ طبعا ان حضرتك تزودي الكتله العضليه، يعني يبقى في رياضه على قد ما حضرتك تقدري. يعني لو تقدري مثلا تمشي يوميا او 3 ايام في الاسبوع، تجيبي مشايه في البيت، المهم تكبري الكتله العضليه. وممكن حضرتك طبعا تتبعي ال10 نصايح، بس تسألي دكتور الأول، استشيري الدكتور، وزودي من أكل الأسماك طبعا عشان الأسماك من الحاجات اللي هي فيها اليود. بصوا بقى احنا بنعمل ايه، بنحط بس الحاجات دي كده، وفي حاجة بقى كمان بنبتدي ان احنا نحط من الحلويات دي في الأطراف ونبتدي ننزل منها. يعني نبتدي، انا بس هعملها الناحية دي عشان يبان، نبتدي ان احنا نحط كانها بتقع مننا، كان ده بركان وبيبتدي ان هو ينزل من الحلويات حوالين داير كده اهو، كانه بيقع. حطي وانا هاخد منك معلش. وايه حلو. طب حطي حطي كمان، حط من ده، بيدي شكل جميل، الاطفال بتنبهر جدا، ويعني فعلا يعني بتشد جدا جدا الاطفال ان هم
يلاقوا حاجه زي كده. يعني انا وابني واحنا بنعمله كان عيد ميلاده واحنا قاعدين بنعمله مش قادر يمسك نفسه عن ان احنا نلحق نخلصه، عايز ياكل منه على طول. فتخيلوا بسيط ازاي. يعني احنا عملنا ايه؟ شايفه احنا عملنا ايه؟ تعرف تعمليه لوحدك صح ولا صعب؟ حاساه صعب ولا سهل؟ لا سهل، سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبه. كيكه ودهنيها بكريمه الدهن وايه وبس، عملناها بسور اللي انتوا تلاقوه. اي حاجه تنفع كسور تعملوها. بعد اذنك يا حلواني لو تجيبها من الناحيه اللي هي بيقعوا منها عشان يبقى باين برضو للمشاهدين، قصدي ان هي زي بركان وزياده بقى بيقع في الطرف، شايفاه صح؟ بالشكل ده. هي بس كانت عايزه طبق اكبر عشان نكتر كده وينزلوا كده اكتر. وفي بيعملوا حركات كده من فوق، يعملوا عصايه وكان الكيس نازل، الكيس الحلويات ده نازل منه على العصايه وايه بينزل. دي برضو طريقه. فهي فيها يعني افكار كتير. معانا ام عمر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. اتبعت معاكي العشر نصايح بقالي حوالي شهر. ايوه. بس ما نزلتش ولا اي حاجه. طيب حضرتك عندك كام سنة؟ و 63. طيب شكرا على المكالمة. زي ما قلت هو الوقت، مش هقول بس السن، الوقت كمان. احنا دلوقتي في وقت اللي هو داخل على فترة بيبقى صعب الخسسان فيها شوية، مش الواحد بيقدر يخس فيها بسهولة. بس انا مش عايزة انكم توقفوا، انا عايزاكم تكملوا. تاني حاجة حضرتك برضو تشوفي موضوع الغدة. يعني في العشر نصايح مكتوب فيها ان احنا لازم نكشف على الغدة. ليه؟ لان ممكن برضو الغدة مع السن برضو بتتأثر، مع الحمل ومع السن الاتنين دول. وطبعا ان الواحد ما بياكلش اسماك كفاية. تحبي تكملي من هنا؟ بس فحضرتك تعملي كشف على الغدة تشوفي، والرياضة علشان برضو مع السن الكتلة العضلية بتقل، فلازم مهم جدا ان احنا نعمل رياضة علشان الكتلة العضلية دي هي اللي بتساعد على الحرق، من غيرها مش هنعرف نخس كويس. طب ماشي حلويني، بس انا عايزة اتكلم مع ليلى بقى. معانا الاء. الو. اهلا يا الاء، ازاي؟ الحمد لله انا كويس. تصحتي انا عايزة كنت اسأل عن طريقة الكريمة الخفق بتاعت الشوكولاتة. حاضر، شكرا على المكالمة. طيب كريمة الخفق احنا بنضرب، بنجيب يا اما الكريمة اللي هي بتتباع في الثلاجات الويبينج كريم بنضربها، او بنجيب اللي هي الاكياس الباكوات الكريمة اللي هي البودرة وبنضربها مع مية ساقعة او مع لبن ساقع او مع كريمة الخفق برضو، بس بتزودي عليها كاكاو بس كده. هي دي الفكرة. اللي خايف يضرب بكريمة الخفق الطازة يحط معاها باكو برضو عشان ما تفصلش منه او تقطع منه. بس ايه رأيك بقى في ال فظيعه صح؟ قوي. حاسه انك عايزه تضيفي في حته كمان؟ احنا ممكن نزود هنا كمان في المنطقه دي. زودي يلا. والحلو كمان في كريمه الدهن انها بتمسك معانا. يعني احنا يعني كريمه الدهن احسن، ما انصحش خالص بكريم شانتيه، او ما انصحش ممكن بكريمه الزبده، بس برضو لا يعني انصح ان احنا نعملها بكريمه الدهن. كريمه الدهن هايله، بتمسكها بشكل احسن، ما تقعش مننا، واظن اي حد يعرف يعمل. قولي لي بقى انت بتعملي رياضه او حاجه؟ بتعملي ايه؟ تنس. تلعبي تنس من وانت صغيره ولا لسه بادية؟ صغيره. من وانت صغيره. طب وشاطره في التنس يعني؟ بتكسبي وكده؟ طب كويس، معلش معلش، حصل خير. طيب وايه كمان؟ اختفت، نجيبها بعدين. وايه كمان اختك بتلعب رياضه او حاجه؟ بتلعب ايه؟ تنس وباسكت. باسكت. طب والله حلو قوي. انت كان عندك سؤال تاني غير عشان هبه بتقولي كان في سؤال كمان؟ خالص. هو سؤال اللون الازرق، هو لون السؤال بتاع اللون الازرق يا هبه. طيب انا مبسوطه قوي انك كنتي معايا النهارده، وعايزه تقولي حاجه قبل ما نقول باي باي. شكرا. اتفرجي على سفره كتير؟ طيب خلاص، يبقى هنقول بقى باي باي عشان ده السؤال اللي كان نفسي اساله برضه. شايفه شكلها حلو ازاي؟ نحطها بقى قدام كده، نحطها قدام واقول لكم احنا عملنا ايه بسرعه قبل ما نختم.
احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا مكرونه الفيتوتشيني بالكريمه، قلنا مش دايت، والمشروم ولليوم الفري، وعملنا اللي هي تورته البركان السهله جدا جدا جدا، وكل الاطفال ممكن تعملها بسهوله قوي. واشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله على خير على الهوا. وباذن الله في حاجه بس عايزه انوه عليها من دلوقتي، يوم الثلاث الجاي في حلقه كامله عن المكرونات للرجيم، يعني للي عايز يدخل مكرونه للرجيم هتكلم عليها حلقه كامله عن المكرونات للرجيم. يلا نقول باي باي. اوكي يلا نقول باي باي. باي.